كمان كابتن سيد ابو حفيظ. كابتن سيد الحقيقه يعني واحد برضو من اللي عايز اقول عليه، ابن اتولد جوه النادي، واتولد جوه النادي وتاسس بمبادئ وقيم النادي الاهلي. سيد اشتغل معانا في من 10 12 سنه في مراحل مختلفه في كره القدم، في قطاعات مختلفه في كره القدم. الراجل ولا تأفف ولا قال لك دي صغيره عليا ولا قال لك، ما قالش ده خالص. الراجل اشتغل انه بيشتغل للنادي الاهلي. الراجل اكتسب خبرات كبيره جدا. لما اكتسب خبرات كبيره جدا بتضعه دلوقتي من افضل مديرين الكره اللي مروا في تاريخ النادي الاهلي، تحمل الكثير وفي نفس الوقت عنده من العلاقات مع اللعيبه ومع الاجهزه اللي مرت عليه، عنده علاقات متوازنه جدا وعلاقات تضيف للنادي الاهلي. فانا برضو بشكر كابتن سيد جدا جدا.